للمزيد ينضم إلينا من معرض تراثنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بك محمود. الأجواء لديك في المعرض نشهد إقبال، نشهد أيضا عدد كبير من العارضين يصل إلى 1000 عارض وأكثر. هناك جناح خاص لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هي تفاصيل كثيرة تضعنا أنت في أجوائها، تفضل. بداية بعد التحية، ما زلنا نتابع معكم فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصورة الأبرز اليوم لهذا المعرض هي الإقبال من الجمهور على هذا الجناح تحديدا الذي أتواجد به، وهو جناح الخاص بالمحافظات الحدودية. عدد كبير من الجمهور توافد على هذه المنتجات، وهناك إقبال على شراء المنتجات المختلفة. تميز هذا الجناح تحديدا، ونحن نتحدث عن محافظات كثيرة تشارك في هذا الجناح، تميز بالإقبال لعدة أسباب. أولا لأن هذا الجناح يضم عدد من المحافظات، نتحدث عن محافظة مطروح التي يعني تشارك بثمانية أجنحة في هذا المعرض، نتحدث عن محافظة أسوان، نتحدث أيضا عن محافظة مطروح وتحديدا سيوة التي تشارك بمنتجاتها في هذا المعرض. فبالتالي هناك تنوع من المنتجات اليدوية والتراثية الموجودة التي بالطبع يعني ترضي الذوق العام المختلف لمختلف الجمهور الذي توافد على هذا الجناح. نتحدث أيضا عن المصنوعات الجلدية وعن الملابس وعن الإكسسوارات، فبالتالي هناك تنوع كبير جدا بالإضافة إلى جودة هذه المنتجات. عندما كنا نتحدث مع المواطنين الذين توافدوا على هذا الجناح منذ قليل، عبروا عن سعادتهم بالجودة وعودة الجلد الطبيعي مرة أخرى إلى عدد كبير من المنتجات، بالإضافة أيضا إلى الأسعار التي تناسب أغلب المواطنين الذين تواجدوا على التوافد وإلى هذا الجناح تحديدا. ونتحدث أيضا عن الأعمال اليدوية التي تتم بصنع أيادي هؤلاء الصناع الذين توافدوا من كل المحافظات الحدودية للمشاركة في هذا المعرض. نتحدث أيضا عن مشاركة كبيرة لمختلف الأجنحة من حياة كريمة، وأيضا المنتجات الصديقة للبيئة التي تتواجد لأول مرة في هذه الدورة تزامنا مع يعني COP27. أيضا بالإضافة إلى الإقبال الكبير، أو الذي كان أيضا سببا في هذا الإقبال، هي سهولة الانتقال إلى هذا المعرض. تم توفير 3 خطوط من الأتوبيسات لنقل المواطنين من أماكن مختلفة وصولا إلى هذا المعرض. نتحدث عن مناطق وسط البلد ورمسيس، وأيضا مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، وهنا أيضا في التجمع الخامس. فبالتالي هناك عدد من الأتوبيسات تنقل المواطنين مجانا إلى هذا المعرض، بالإضافة إلى الحافلات التي تنقل المواطنين من البوابات من البوابة الرئيسية لمركز مصر للمعارض الدولية وصولا إلى القاعة التي يتواجد بها كل هذه الأجنحة الموجودة في المعرض. نتحدث عن أكثر من 10,000 متر مربع هي مساحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية. هناك إقبال أيضا على الأجنحة الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وهنا يعني تأكيد على دعم الدولة للمشروعات الخاصة بحياة كريمة، ليس فقط في توفير المباني أو المشروعات في هذه القرى أو هذه المدن، ولكن أيضا اكتشاف المواهب واكتشاف الصناع في هذه المدن واكتشاف مواهبهم ودعمها وتشجيعها لتوفير فرص عمل لهم في هذا المعرض، بالإضافة طبعا إلى المشاركة العربية الموجودة. فبالتالي هو سوق يروج لكل هذه المنتجات ويتم تشجيعهم على وجود فرص عمل لهم. هذه هي الصورة من داخل يعني فضلا عن الانسجام العربي المصري الملحوظ من خلال المنتجات المختلفة المتنوعة العربية من خلال 5 دول عربية مشاركة في هذا المعرض. إذن أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من معرض تراثنا.